بعد الدكتور نزار باهبري يشرفني اني اقدم الدكتوره منال الرقعاوي من الجزائر. الدكتوره منال استشاريه امراض المفاصل بالمستشفى الجامعي الجلالي بنعامه دويره الجزائر، ورئيس المنتخب للرابطه العربيه لجمعيه الروماتيزم لعام 2023 باذن الله، وهي ايضا الامينه العامه للمجموعه المتكلمه بالفرنساويه الرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم. دكتورة منال حتكلمنا عن التوصيات الدولية الخاصة بلقاح كورونا لمرضى الأمراض الروماتيزمية. تفضل دكتورة. مساء الخير. سنعرض عليكم اليوم الإرشادات الدولية الخاصة بلقاح كوفيد-19 للمرضى الذين يعانون من الأمراض الروماتيزمية وخاصة الالتهابية والمناعية منها، مع الإجابة عن أسئلة شائعة. تمت صياغة هذه الإرشادات بناءً على توصيات الجمعيات العالمية الأمريكية والأوروبية على أن تؤخذ هذه الإرشادات بالتوافق مع الفحص السريري والتشاور مع الطبيب التشاور مع الطبيب المعالج، وكذلك بالتوافق مع القوانين الصحية المتبعة في كل بلد. كما أن هذه الإرشادات مؤقتة وخاضعة للتحديث على ضوء المستجدات العلمية، وخاصة نتائج سجلات المرضى الروماتيزم الذين تلقوا اللقاح. صنفت منظمة الصحة العالمية مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا التاجي المسمى بسارس كوف 2، صنفته في 11 آذار مارس 2020 كوباء عالميا أو جائحة، وذلك لسرعة انتشاره حيث أصاب تقريبا كافة أنحاء العالم، مع احتمال إصابات حادة ممكن أن تؤدي إلى الوفاة. لا يوجد علاج ناجع لمرض الكوفيد لحد الآن، حيث نعالج فقط الأعراض والتعقيدات، كما هو الحال في التعامل مع معظم الأوبئة. طورت عدة لقاحات وطرحت في الأسواق لنتعامل مع هذا الوباء. للعلم فإن هذه اللقاحات تتلقى تراخيص إذا كانت تفي بمعايير الفعالية والسلامة القائمة على الأدلة، عن طريق إخضاعها لاختبارات صارمة قبل طرحها في الأسواق، حيث يتم اختبارها على الحيوانات قبل إخضاعها لتجارب سرية يشارك فيها البشر. بشكل عام فإن هذا اللقاح آمن، وذلك وفقا لوكالة الأدوية الأوروبية ووكالة الأدوية الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية. ما هو الهدف من اللقاح؟ الهدف من اللقاح هو الوقاية من الإصابة بحالات خطيرة من كوفيد-19، وذلك باكتساب مناعة، مما يجعل نقل الفيروس من شخص إلى آخر يقل، وبذلك يزيد عدد الأفراد في أفراد المجتمع المحصنين من الإصابة بالكوفيد-19، وبذلك نساهم في المناعة الجماعية والتي هي هدفنا بالنهاية. هل يمكن تلقيح المرضى الذين يعانون من أمراض روماتيزمية التهابية أو مناعية؟ تعطى الأولوية لهؤلاء المرضى مقارنة لأشخاص من نفس السن. على سبيل المثال، مثال هذه الأمراض مرض الروماتويد أرثرايتس والتهاب العمود الفقري سبونديلايتس، ومرض التهاب المفاصل الصدفية أو بسورياتيك أرثرايتس، ومرض الذئبة الحمراء اللوبوس، وهنالك أمراض أخرى هذه ليست كل القائمة. وذلك لأن هذه الأمراض عادة ما تتصاحب بتعقيدات في أعضاء مهمة في الجسم، بالإضافة إلى تناول أدوية مثبطة للمناعة، مما يزيد من احتمال الإصابة بالعدوى، وأحيانا تكون هذه الإصابات خطيرة، خاصة إذا تزامنت مع عوامل أخرى تزيد من خطورة الإصابة كعامل السن، السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، فشل في أحد الأعضاء خاصة الرئوي. هل يؤثر تناول دواء الكورتيزون على اللقاح؟ إن تناول جرعات كبيرة من الكورتيزون قد يضعف فعالية اللقاح، لما له من دور في تثبيت فعالية الجهاز المناعي. ومع ذلك إذا تطلبت حالة المريض أخذ اللقاح، لا يتوجب توقيف الكورتيزون بل يبقى في تناوله. هل يمكن إعطاء التطعيم للمرضى أثناء استخدام الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض وبعض الأدوية البيولوجية؟ هذا لا يشمل كل الأدوية، هناك فقط بعض من هذه الأدوية التي ستحتاج لبرمجة،
وذلك لأنها تضعف فعالية اللقاح بسبب إضعافها للمناعة. الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض التي يجب المواظبة على تناولها ولا تحتاج إلى برمجة لأنها لن تؤثر على فعالية اللقاح هي هيدروكسيكلوروكين، سلفاسالازين، ليفلينوميد، لازاتيوبرين، ميكوفينولات والسيكلوفوسفاميد عن طريق الفم. هناك كذلك أدوية بيولوجية تعدل المرض ولا تحتاج إلى أي برمجة وهي الأدوية المضادة للتانف ألفا كالإتانرسبت، أنفليكسيماب، أدليليماب، لوغوليليماب وكذلك الأدوية المضادة للأنترلوكين 6 كالتوسيليزوماب والأدوية المضادة للأنترلوكين 1 الأناكينرا والأدوية المضادة للأنترلوكين 17 السيكوكينيماب والأدوية المضادة للأنترلوكين 12 و23 الأستيكينيماب وكذلك الأدوية المضادة للأنترلوكين 23 جوزيركوماب وبالإضافة للبيليوماب. بينما هناك أدوية نحتاج فيها إلى تأجيل مدة أسبوع وهذه الأدوية ستؤجل مدة يعني التوقيف سيكون فقط مؤقت لمدة أسبوع بعد كل جرعة لقاح كوفيد وهي الميثوتريكسات السيكلوفوسفاميد عن طريق الوريد ومثبطات جذب. بالنسبة للمرضى الذين يتناولون علاج بيولوجي بالأباتاسيبت فإن في حالة إعطاء حقن أسبوعية تحت الجلد سيستوجب ذلك توقيف الأباتاسيبت أسبوع قبل وأسبوع بعد الجرعة الأولى من لقاح الكوفيد بينما في حالة إعطاء حقن شهرية في الوريد سيتم توقيف الأباتاسيبت 4 أسابيع قبل اللقاح وتأخير الجرعة التالية بأسبوع بعد اللقاح. أما بالنسبة للمرضى الذين يتناولون علاج بيولوجي بالريتوكسيماب فيتم جدولة التطعيم بحيث يبدأ اللقاح 4 أسابيع قبل دورة الريتوكسيماب ونقوم بتأخير الريتوكسيماب من 2 إلى 4 أسابيع بعد جرعة التطعيم الثانية إذا كان بالطبع نشاط المرض يسمح بذلك. ما هي موانع التطعيم؟ هناك موانع مؤقتة وأخرى تمنع التطعيم نهائياً. يؤجل التطعيم في حالة تزامن عدوى إلى حين الشفاء التام منها، بينما يمنع التلقيح في حالة وجود حساسية لأحد مكونات اللقاح أو وجود سابقة لحدوث حساسية شديدة، ولا تمنع الحساسية الموسمية أو الحساسية لبعض الأطعمة وحساسية التنفس المعروفة بالرابو التطعيم. ما هي الأعراض الجانبية للقاح؟ هناك أعراض جانبية عارضة عند بعض المرضى كأي لقاح وعادة ما تكون خفيفة لا تتعدى بضعة أيام وتعني أن اللقاح فعال. من أهمها آلام في موضع الحقنة وآلام في الجسم مثل آلام في المفاصل والعضلات. ممكن كذلك الشعور بإرهاق وصداع. ممكن كذلك ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم. وهذه الآثار الجانبية لا تمنع أخذ الجرعة الثانية. نادراً ما تحدث حالات حساسية شديدة أو صدمات حساسية. كيف نتعامل مع الأعراض الجانبية للقاح الكوفيد؟ نعالج هذه الأعراض بالراحة وتناول الجرعة العادية من الباراسيتامول. في حالة ظهور أعراض شديدة أو أي انعكاس على المرض لا تتردد في استشارة الطبيب. لماذا يجب أخذ جرعتين من التطعيم؟ يجب أخذ جرعة ثانية لأنها سوف تكون مكملة للجرعة الأولى وبهذا نتحصل على مناعة ناجعة وكاملة وهذا الجرعة الثانية تتم بعد 3 إلى 4 أسابيع من الجرعة الأولى على شرط أن تكون الجرعتين من نفس نوع اللقاح. متى تبدأ فعالية اللقاح؟ تبدأ فعالية اللقاح بعد 7 أيام من الجرعة الثانية ويستمر الجسم في تدعيم المناعة لعدة أسابيع ليصبح الجهاز المناعي محفزاً لمواجهة الفيروس في حالة التعرض له. هل يمكن لنا أن نتلقى التطعيم إذا كنا قد أصبنا بالكوفيد 19؟ الإجابة نعم، التعرض لإصابة بالكوفيد لا يحمي من احتمال إصابات أخرى
وقد تكون هذه الإصابات أكثر خطورة من الإصابة الأخرى. لذلك يجب التطعيم، على شرط أن يتم التطعيم بعد 3 أشهر من الإصابة بالكوفيد 19. هل يمكن تطعيم المرأة الحامل؟ الدراسات التي أجريت لمعرفة سلامة وفعالية اللقاحات ضد الكوفيد لم تشمل النساء الحوامل، ولكن ومع المقارنة بلقاحات أخرى كلقاح الأنفلونزا، فهنالك إمكانية للتلقيح في حالات معينة وفي فترات زمنية معينة من الحمل إذا كانت العرضة للإصابة بالكوفيد كبيرة عند الأم. لذلك يجب مراجعة طبيب النساء والطبيب المعالج لحالة الروماتيزم، ومن ثم يتم أخذ قرار مشترك. هل يمكن تطعيم الأطفال المصابين بالأمراض الروماتيزمية بلقاح الكوفيد؟ لا توجد ترخيص لاستعمال لقاح الكوفيد عند الأطفال تحت سن 18، ولكن وفي بعض الحالات إذا استوجب الأمر اللقاح ممكن إعطاؤه بعد استشارة الطبيب المعالج. ما مدى الحماية التي توفرها لقاحات كوفيد 19؟ نظرا إلى أن لقاحات كوفيد حديثة التطوير، فمن السابق لأوانه معرفة مدة الحماية التي سوف توفرها. ما مدى السرعة التي يمكن أن توقف بها لقاحات كوفيد 19 هذه الجائحة؟ وهذا السؤال كلنا نطرحه. يتوقف هذا على عدة عوامل، أهمها فعالية اللقاحات، مع التذكير أن هذه اللقاحات فعالة بنسبة تفوق 95% لأغلب هذه اللقاحات. العامل الثاني هو احتمال تطور سلالات متحورة أخرى، وكذلك عدد الأشخاص الذين سيتلقون التطعيم، وكلما كان هذا العدد كبير كلما كانت المناعة الجماعية أكبر، وبذلك يعني ممكن أن نحقق إن شاء الله توقيف أو الحد من هذه الجائحة. هل يجب مواصلة التدابير الوقائية بعد تطعيم كوفيد؟ نوصي بمواصلة التدابير الوقائية حتى بعد التطعيم، وللتذكير أهمها ارتداء الكمامة، تجنب الأماكن المزدحمة، التباعد الجسدي بقدر الإمكان، الغسل المنتظم لليدين بالماء والصابون، استخدام مناديل ورقية عند السعال والعطس ثم رميها، فتح النوافذ في الأماكن المغلقة باستمرار. لا تغني هذه الإرشادات عن استشارة الطبيب المعالج، والقرار يكون مشترك بين الطبيب والمريض وخاص بكل حالة، ويأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية بشكل عام، الأمراض المتزامنة والأدوية التي يتناولها المريض. وشكرا جزيلا، مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير.